العباسيون وكاع ولا بالعباس يربحوا ان شاء الله باذن الله، ونكون ان شاء الله كاع خاوه وروح رياضيه ورانا جزائريين كيف كيف، وتحيه الجزائر ان شاء الله. يا ربي اتحاد بالعباس يربح ان شاء الله نهار الثلاثاء، ما يكونش باتية تكون مليحه ما يكونش فيها العنف ان شاء الله. واحد من انصار اتحاد بالعباس نتمنوا الفوز لاتحاد بالعباس، وان شاء الله راهم يفرحونا يدوا لا فينال ان شاء الله. نتمنوا الفوز لخوتنا بالعباس، وان شاء الله تديها بالعباس ان شاء الله تكون بدون عنف ان شاء الله. من هذه البارتيه ان شاء الله راه تنطلق الروح الرياضيه وما يكون غير الخير، وحنا نتمنوا لبلادنا الخير، وماذا بينا حنا نولوا ثاني يولي الانسان يدخل للستاد يتفرج ما يسمعش كلام قبيح، واحد ما يضربش خوه، هذه هي دروك. حنا كما انا عاد بلا ما قلت انا لمده عام ما دخلتش من سبب هذا العنف هذا، الا قلنا نحبسوا هذا العنف هذا نحبسوه، اللي خصه يجي وقتها انا ب 2018 باين ضلوا كاع حياتنا حنا غير نقايسوا، اللي نحبسوا هذا العنف. بارتي هذيك من تاع 90 دقيقه وهي اللي غدا للسبيطار عينه طايره، اللي يروح مضروب علاه، الا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الا تكون الروح الرياضيه في الملاعب الجزائريه ان شاء الله. لا فيكتوار بوغ بالعباس زعما من القلب هذه، وان شاء الله ما يكونش فيها العنف. العب العباس ان شاء الله تديها وراها في القلب، ومع بالعباس تالله العباس بالعباس ان شاء الله تكون لا كوب بالعباس، ونفرحوا كاع الغرب، وتحيه بالعباس فريق القلب. مسابقة نهائي كاس الجمهوريه نتمنوا تكون الروح الرياضيه تسود هذه المقابله ما بين الطرفين. الفريقان معروفان على المستوى الوطني، فريقان كبار يلعبون كره، يقدموا في كره نظيفه هذا العام. احنا نتمنوا ان شاء الله تكون تسود الروح الرياضيه ما بين الطرفين، والمير كي غاني نقلعوا هذه العنصريه تاع الغرب والقبائل والشرق، وان شاء الله الفائز الاكبر تكون اليوم الجزائر ان شاء الله. عدلك شايف كيفاش ماناش باغيين الفتنه تنوض في بلادنا، باغيين هادو كاع اولادنا الثوره اللي ناضت 132 سنه دم ثوره، ما راناش باغيين نديروا اي حاجه اللي نكونوا كاع يد واحده وكاع خاوه وكاع حباب، ما كاين حتى حاجه تفرقنا كاع ولاد الجيري. الله تربح بالعباس بالعباس بالعباس. فريق بالعباس وانصار فريق جي اس كا، اولا نهنئهم على وصولهم للنهائي يعني، ونظن باللي هما غاديين يكونوا سفراء يعني للكره الجزائريه. نتمنى يعني المقابله تكون في تسودها روح رياضيه يعني في البساط وعلى في لي تريبين ثاني. ندائي يعني ونأكد عليه وهو ان يعني كره القدم يعني هي لعبه فيها رابح وفيها خاسر يعني، ونتمنى يكون يعني المقابله يعني يسودها روح رياضيه كبيره، وحنا جزائريين خاوه يعني. ميساج نفوت المناصرين تاع الفينال تاع لقب الجيري سيدي بلعباس مع القبائل، نتمنى يعني تروح للرياضيه وما يكونش كاين يعني اللقاء يكون يفوت مليح، ما يكونش كاين عنف. حلول اول ماي غادي يجرى لقاء نهائي بين فريقين عريقين، وانا بصفتي كلاعب فريق موليه سعيده نتمنى تكون النهائي يكون في روح رياضيه عاليه، والفائز مبروك عليه وان شاء الله يجري في روح رياضيه ان شاء الله، ونتمنى المقابله النهائيه تجري في روح رياضيه عاليه، ونحبسوا من هذا العنف الملاعب اللي كثر في هذه الاونه الاخيره، وان شاء الله يحبس علينا، ونتمنى يكون ان شاء الله نهار اول ما يكون اخر من العنف ان شاء الله. شايبة القبائل واتحاد العباس ان تكون الروح الرياضيه يعني يكون من كلا الجمعيتين تكون يعني تاكيد على الروح الرياضيه. نتمنى ان شاء الله تكون اخوه ما بين الفريقين، وان شاء الله نطلبوا النجاح كيف تكيف الفريقين، واللي يربح اللي يربح خونا واللي يخسر خونا، وان شاء الله ما يكونش هذا عف. هذه بلاد زينه وبلاد محافظه، وان شاء الله نتمنوا تحافظوا على البلاد، وان شاء الله نكونوا احسن في احسن صوره قدام البلدان الاخرين، وانتم خاوه سواء كان شباب القبائل ولا بالعباس، رانا كيف كيف جزائر وحده، وما تنسوش باللي الجزائر اتحدوا عليها ومات عليها مليون ونصف شهيد على خاطر على الجزائر. من اجل تربيه ابنائنا تربيه صالحه، تربيه الرياضه هي هدف من بعده يعني ان يكون رجل سليم
في الفكر نتاعو وسالين في العقل نتاعو. ليس من انا من اجل كره اننا نهجم على خويا ونضرب خويا، من اجل ماذا بينا ان شاء الله الشعب الجزائري شعب واحد، شعب يعني متآخي متحابب. نريد ان يزيد هذا الكأس وهذا الرياضة في تماسكنا الأسري والمجتمعي والوطني. هذا رسالتي للشعب الجزائري، والنجاح إن شاء الله للأقوى ولله. ما كانش يعني وكنا ناجحين، كأس هي جزائرية تبقى جزائرية. ماذا بنا إن شاء الله يكون دائما السائد فوقنا هو حب الآخر، وما ما كانش عنف في الملاعب، ما كانش يعني هذا الحقد والغش على الولايات بعضها بعض. هذه الظاهرة غريبة على مجتمعنا ونحاربها ونرفضها، وماذا بنا إن شاء الله يسمعون أولادنا ويكونوا إن شاء الله في مستوى الحدث. خير اللاعبين إلا أن يهنئوا أنفسهم هو أولا على الأداء الرائع، ويحضروا ويركزوا للمباراة إن شاء الله النهائية للفوز بالكأس إن شاء الله، وإسعاد هذو الجماهير اللي تلقوا معنا، وهذو تشوفوا هذو رغم قلتهم إلا أنهم كانوا مأمنين يعني بالفريق تاعنا، وكذلك ما خيبناهمش. أنا نظن هنيئا للأنصار تاع الاتحاد بالعباس. ديفيزيل فينال كونتينيتيف اللي ولت مع بوزيدي، وين راه عندها كوبا تيفيدي، عندها اون فولونتي، عندهم رجال موراهم راهم واقفين، عندهم بزاف صوالح، عندهم لي موان علينا. دونك حنا اون ايساي دو تاني لا فينال ماتش راطوها، اون ايساي دو ريكيبيري، اون ايساي تاني نلعبو pour honorer les contrats tiens pour tenir satisfaire le public tiens. Je sais que en autant contre c'est ma première, mais devient ne va aussi mon objectif, ça fait bien longtemps la chose à l'entit même à des joueurs tiens حصلوا على الكيت مناصرين تاعنا وتشبيب القبائل يعني تهداو بال يعني بالروح الرياضيه. حنا ان شاء الله ندخلوا للمقابله هذه كما نقولوا اون فينال هذه اللي كاين يقدر الجوار يلعبها خطره بك في حياته يزدون افون ان شاء الله. يعني كما نقولوا حنا ان شاء الله نهار ثلاثة لا كوب إن شاء الله تكون نصيب اتحاد بالعباس.